وانطلقت الدورة العلمية الفقهية الثانية لعام 1444 للهجرة ولعام 2022 للميلاد بجامع أم عبد الله المجدوعي بالدمام في عامها الثاني على التوالي، حيث افتتح الدورة العلمية في يومها الأول معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء بمحاضرة بعنوان قواعد وأصول في طلب العلم الشرعي. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة العلمية السنوية هي الثانية في نفس جامع أم عبد الله المجدوعي بالدمام، يتعاون في إعدادها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب الدمام غراس، وكذلك الجمعية الفقهية السعودية برعاية مؤسسة المجدوعي الخيرية. أكيد نحتاج نعرف تفاصيل أكثر، ومعنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور خالد بن عبد العزيز السليمان أستاذ أصول الفقه بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدير مكتب الجمعية الفقهية السعودية بالمنطقة الشرقية. رحب فيك دكتور خالد. مرحبا بكم ورحب بكم وجميع المشاهدين والمشاهدات. دكتور، يا ليت نعطي المشاهد فكرة عن عمل الجمعية وكذلك أبرز الأنشطة اللي تقوم فيها. الجمعية الفقهية السعودية جمعية علمية متخصصة تمثل حلقة وصل بين المختصين في الفقه وأصوله، ولها مجلس شرف يترأسه سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ومجلس إدارتها ومجلس إدارتها برئاسة معالي الشيخ سعد بن ختلان. وأنشطتها تركز على الجانب العلمي لا سيما في البحوث العلمية والكتب والمؤلفات، فلها مجلة دورية تزيد أعدادها على 55 عدد، ويتنافس الباحثون في شتى أنحاء العالم الإسلامي في النشر في هذه المجلة العلمية المحكمة. أيضا تعنى بطباعة الرسائل العلمية والكتب والبحوث العلمية، ولها ما يزيد على 200 مطبوع، وأيضا تعنى بخدمة على الاختصاص بالدورات النخبوية التي تفيد سوق العمل لا سيما في الجانب القضائي والجانب المالي، كما تعنى أيضا بالتأصيل العلمي، والذي من أمثلته الدورة الأخيرة التي تحدثت عنها قبل قليل. جميل جدا دكتور. وعن لغة الأرقام، خلنا يعني نتكلم عن لغة الأرقام، ما هي أبرز الأرقام اللي حققتموها؟ وكذلك ودي نسلط الضوء أكثر يعني على الدورة العلمية الثانية المقامة. الدورة العلمية سلمكم الله حرصنا فيها على أن نجمع بين الجانب الأصولي والجانب الفقهي للتأصيل في هذين العلمين، مع التقديم لذلك بمحاضرة عامة لمعالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري عن قواعد الأصول في طلب العلم الشرعي. أما الدورة الفقهية فكانت عن متن أقصر المختصرات لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن علي مشيقح، وأتم هذا الكتاب في ما يزيد على 12 ساعة في يومين متتاليين. وكان هناك إجازة للشيخ إلى المؤلف، منح الحاضرون هذه الإجازة. في اليومين التاليين أقيمت دورة أيضا علمية في أصول الفقه، شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة السعدي، وكان الشارح أستاذ الدكتور غازي بن مرشد العتيبي ومدرس الحرمين الشريفين. هذه الدورة والله الحمد حظيت بإقبال كثيف، شارك فيها ما يزيد حضوريا ما يزيد على 600 مستفيد ومستفيدة. المشاهدات عن بعد تزيد عن 1600 مشاهدة ما شاء الله. الرسائل والواتساب التواصلية زادت على 4000 رسالة، وهناك حضور حتى من مناطق خارج الشرقية من القصيم والرياض والأحساء، بل من خارج المملكة قدمنا ضيوف خصيصا للدورة من الكويت ومن البحرين. ومن الموافقات اللطيفة أن هناك من قدمنا من السياح، أصبحت هذه الدورة تجذب حتى السياح ما شاء الله. وناس أتوا من روسيا للسياحة، رأوا إعلان عن هذه الدورة، وافق كرات الإعلان وهم في القصيم، أتوا لحضورها وشاركونا
في هذه الدورة العلمية. تمام دكتور خالد، شكرا جزيلا لكم على هذه الإيضاحات الجميلة، وبالتأكيد من يريد يعني الاستزادة بالتأكيد سيزور حساباتكم في مواقع التواصل، يكتب الجمعية الفقهية السعودية أو غراس وستظهر له إن شاء الله الحسابات ويتعرف على أبرز الأنشطة. شكرا لك أستاذ الدكتور خالد بن عبد العزيز السليم.